زميل حسن الغزواني يتواجد في أحد هذه الفعاليات ليطلعنا أكثر على أجواء شتاء جازان 24. حسن مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ محمد مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. جازان هذه الأيام تشهد درجات حرارة معتدلة وأجواء جميلة جدا تميل إلى البرودة بعض الأحيان خاصة على المرتفعات، جعلت من جازان وجهة سياحية جميلة جدا ومحببة لكل زوار المنطقة سواء من أبناء المنطقة أو من خارجها. تنوع كبير في الفعاليات في شتاء جازان 24، وأيضا عدد من المهرجانات السياحية التي تشهدها كل محافظات المنطقة خلال الشهرين القادمين. أنا أتواجد الآن في واحدة من أجمل الفعاليات وأكثرها جذبا للسياح في شتاء جازان، وهي فعالية بلدة ساوث ويست أو بلدة الكابو كما أحب أن يقول عليها أبناء المنطقة، وهي فعالية متفردة ومتميزة كما تشاهدون في طرازها، في أجوائها، في فعالياتها، حتى في الفعاليات الموجودة المسرحية فيها. طبعا بجانب الأستاذ محمد السرحاني المشرف على فعالية ساوث ويست، أستاذ محمد نرحب بك عبر شاشة القناة السعودية. نبذة بسيطة عن فعالية بلدة ساوث ويست والطراز الذي اعتمدتوه لهذه البلدة وأيضا الإقبال عليها. الله يحييكم، مرحبا بكم ونحييكم في بلدة ساوث ويست. البلدة عبارة عن بلدة تحاكي التراث الكوبوي، متخصصة في تقديم الترفيه في شتاء جازان هذا الموسم. يعني يوجد فيها كثير من الكافيهات والمطاعم وألعاب الأطفال، وكذلك بعض المتاجر المتخصصة في تراث الكوبوي. طبعا البلدة هي تحاكي بلدات الكوبوي في التصميم والشكل و التنظيم الخاص بالبلدات، والحمد لله قدمنا هذا النموذج في شتاء جازان حتى نواكب منتج سياحي جديد ومتخصص في تقديم الترفيه بترفيه مبتكر بهوية الكوبوي. جميل، أنا لاحظت حتى العروض المسرحية التي تقدم في البلدة هي أيضا مختلفة تماما عن العروض المسرحية الأخرى. نعم، لدينا مسرح متخصص في الكوبوي، عرض الكوبوي، ويعني يوميا يكون في فقرة للسياح من خلال حضور هذا العرض. عرض ممتع وشيق، وفي ذلك مبتكر وجديد على السياحة بشكل عام. كما تشاهد خلفنا جميع الأجزاء وجميع أركان البلدة هي يعني ذات طراز متفرد متميز أضاف كثيرا للفعالية أو لشتاء جازان. فعلا هي مبتكر، ممكن لأول مرة في المملكة أنه يقدم فكرة بلدة كوبوي متخصصة في كل تفاصيل البلدات الكوبوي. راعينا فيها عربات الخيول، وجود الخيول والتنقل بها، حتى نعيد السائح لمحاكاة مثل هذه البلدات القديمة التي تهتم بالريف الكوبوي. ونسعد بحضور المتنزهين في هالمكان اللي هو إضافة جديدة في السياحة، ويعني نقدم نموذج مختلف يعني وجميل. أخيرا، مدة أو يعني أوقات عمل البلدة؟ أوقات عمل البلدة من 4 عصرا إلى الساعة 12 في أيام الأسبوع، في وقت الإجازات يكون من الساعة 4:30 حتى الساعة 1 مساء. كل الشكر لك سيد محمد، حياكم الله، نسعد بكم ونتشرف، نشكركم على التغطية. إذن محمد، سادة المشاهدين، هذا حديث الأستاذ محمد السرحاني المشرف على فعالية بلدة ساوث ويست أو بلدة الكابوي هنا في فعاليات شتاء جازان 24، هذه البلدة المتميزة بطرازها والتي أصبحت عامل جذب مهم جدا في شتاء جازان. نذكر فقط أن فعاليات شتاء جازان مستمرة، على نهاية هذا الأسبوع سينطلق مهرجان القصيدة ومهرجان فرسان للشعر في جزر فرسان. أيضا الأسبوع القادم ستنطلق فعاليات مهرجان جازان للعسل بمحافظة العيدابي، محافظة تقع شرق منطقة جازان على بعد تقريبا 80 كيلومتر من مدينة جازان. التنوع كبير في الفعاليات والمهرجانات وتوزعها على كل المحافظات جعل من منطقة جازان وجهة سياحية جميلة جدا هذه الأيام. هذا كل ما لدينا من هنا، الصوت يوصل لك محمد. شكرا حسن، يعطيك العافية. شكرا أيضا موصول لضيفك الكريم.